قلنا إن الدين في الصنف الثاني بيخلي صاحبه سيد، الدين بقى في الصنف الثالث بيخلي صاحبه مش سيد، بيخلي صاحبه ديكتاتور على الآخرين، وصي ديني، عايز يخلي نموذجه التديني ده يعمم تعميم. أنا بصلي بطريقة فلانية عايز كل الناس تصلي بالطريقة بتاعتي، أنا بأدي العبادات بالطريقة الفلانية، عايز الناس كلها تبقى زيي. أنا فاهم إن في قوله تعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب رجاء من الله والله عز وجل حكيم، يبقى لازم السارق أيده تقطع. أنت فاهم كده، فأنت عاوز فهمك ده يتطبق. يا سيدي ما في فهم تاني أنت ما أنتش شايفه أو شايفه وبتستعبط، اللي هو إيه؟ إن ربنا قال في الآية التي تليها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الآية اللي بعدها على طول بعد والسارق والسارقة بعدها إيه؟ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نص فقهاء الحنفية ونص فقهاء الشافعية وبعض الحنابلة قالوا إذن التوبة تسقط الحد، طالما تاب وباب التوبة مفتوح أقطع إيده ليه؟ طب ما التوبة هتخليه يرجع الفلوس وهتخليه يندم على ما فات وحافظ على إيده وأخليه يبقى إنسان منتج بدل ما أقطع إيده وأخليه إنسان عالة. أنت ليه عايز تاخد فهم وتخلي الفهم بتاعك هو الدين؟ ما تسيب الناس تفهم الفهم التاني. هو ده النموذج التالت اللي يجب إن إحنا كلنا كمصريين نتعاون معاه ونوقفه ونقول له قف عند حدك، انت ما انتش نموذج يحتذى، لو سمحت ارفع ولايتك عننا، خليك زينا كده وخلي القرار قرار جماعي. فاحنا قلنا ان الدين الصح بيقول لك فتش ورايا براحتك، انا ان كان تأثيري ايجابي عليك يبقى لك ان تهنأ بالدين، ولما تلاقي تأثيري سلبي عليك انت يجب تفكر وتعيد النظر، والمجتمع نفسه مش هيعترف انك متدين، هيعترف انك معتدي. وبعدين احنا قطعنا مع حضراتكم شوط كبير قوي في بيان مقاصد الدين والعباده، ولاحظنا امر مهم جدا ان فرض الصلاه والصوم ورد بلفظ الايمان في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ان ده لمين؟ للمؤمنين. تعرف الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إن ده جاي لمين؟ للمؤمنين.